وسام الكعبي. حياك، يلا شو ظلمة. الو، والله هاي بطل بطل، حياك الله، السلام عليكم، الله يسعدك، مساء الخير ان كان مساء. مساكم الله بعدك بالخير. واحد على واحد، بعدنا ان شاء الله واحد على وينك؟ واحد. شلونك ان انت؟ شاء الله صحتك واحد على عافيتك؟ واحد. شو اخبارك والله انت؟ جربت شكو انت ماكو يا شلون جماعه، ينتظرون هذا اللقاء. انت صوتك يقطع الشبكه، يمك يمكن مو شوي قوي هنا. الكون بالبرج. ايه خلينا نطلع نروح للبيت احسن. احسن اطلع وحتى نسولف وياك سوالف حلوه. ايه خاطر ان شاء الله. شلونكم انتم بتقى؟ الاهل شلونهم؟ انت شو اخبارك؟ ان شاء الله والله زين. بيت وطيور شوف وشغل. هسه هنا شويه شوي هنا صور، هنا شوية الصورة وضحت. شوف ايه الصورة شكرا. وضحت والكلام تمام. تمام خير ان شاء الله. شلونكم؟ بصحتكم شو احوالكم؟ أخبارك؟ والله جو رحمته. انت ايش والله على اخبارك؟ الله اخوان، طبعا والله زين. اخوان المشاهدين المتابعين، طبعا هنا ماهر الياس احد متسابقي العراقيين بالسويد، وهاي السنه اخذ الاول على كل السويد، يعني افضل مربي على كل السويد وافضل طيور على كل السويد. طبعا عندنا نتائج العام هاي السنه، طبعا الاول، والنتائج العام مالته جيده جدا وما قبل العام جيده جدا، فهو يعني متسابق. تقدرون هم تسالونه اذا تحبون اسئله، مثلا تدريبه شلون السابق سوى، يعني سباق الفرخات مثلا، سباق الكبار. اخوان انتم دائما تسالون عن سباق الفرخات او الكبار، طواير فحيل، ايش تبدون تسالوا سالوا، تفضلوا. طبعا اوليفر هنا همه ماهر. والله سلمنا عليه. دانكا دانكا قل له. ايه تنكة تنكة. لا بطل بطل اوليفر والله. والله طيورة ما تتعوض ما شاء الله. لا بطل اوليفر. ايه لا لا بطل. رياض ابو احمد، الاخ ماهر، ابو علي الشطري. ابو علي الشطري حياك الله، ابو علي الشطري منورين. اوليفر شنو كروزه في الدش فون ماهر؟ سلمنا عليه هواي هواي. سلمنا عليه هواي هواي. والله حبيبي قلت له يسلم عليك ماهر. طبعا اكو واحد يقول ممكن معلومات عن تركيب الحمام. والله انا بالنسبه لي جا اركب اكثر شيء جا اركب. احنا لان شويه اجواءنا صعبه جا اهتم بالطويله هوايه، المسافات الطويله لان تحملها قوي. بس انا عاده اخبط هارد مثلا طول الوسط هارد جروجر او كوبمان او هاي، اضربهم على طور اوليفر. طور الايفر بيها هواي خطوط، طور الديرك فاندي بولك بيها هواي خطوط. اشتغل عليهم على المسافات القصيره والمتوسطه، بس من تبعد المسافه فوق ال 400 500 لا اشتغل على غير خطوط. اخبط طور اوليفر وهارد جروجر، واكو خطوط للرود ستار واحنا هنا نسميه ريجولا. اخبطهم اضربهم على الطويله على فرايدي الهوفن، وتذكرنا ذني من جبناهن، وعندي خطوطهم سويديه قديمه فجاء اشتغل عليهم. هاي التركيبات اللي عندي يعني. بس انا دائما الطير الزين المجرب يعني الفحل الزين المجرب اضربه خلال الموسم على 3 او 4 طواير، لان هو خلاص انا متاكد منه. فاجرب الطواير، الطير بناتها يروحن مو زينه يعني، اشوفها مره مرتين اعطيها شانس بعدين خلاص تطلع ما تبقى. بس هي زين. شغله واحد يسأل راضي. يقول سباق الفرخات شلون عندكم، او شنو سباق الفرخات؟ سباق الافراخ احنا عاده تبدا بالثامن، انت تعرف احنا بنهايه الموسم سابق افراخ. والسباق الافراخ يبدا عندنا من 100 كيلو يصعد لل 350 تقريبا. زين سباقات المنسناب بداية تدريبهن بدايه تدريب ان ابدا تدريجي، بس انا من نوع اللي ادرب هواي ان كانت كبار ولا صغار ما تفرق عندي يعني. انا ادرب يعني بالسباقات المهمه ادرب تقريبا كل يوم،
حتى بيوم التسليم بس ما ادربهن الى مسافه قريبه، بس المسافه البعيده نسلم قبل يومين، حتى بيوم التسليم ادرب الصبح. والافراخ ادرب الصبح مثلا 35 كيلو ثابته، ارجع بالليل ادرب 10 كيلو العصر. ها يعني عندك انت زين، اول تدريبه للفرخات كم كيلو؟ خمسة سبعة عشرة مو شرط، مو شرط مو يعني، شرط، بس هي لا مو حسب شرط، مزاجك، حسب المزاج. هي حسب المزاج. مرات اشوف يعني الطيور خلاص هي تركض، هي لان تعرف الطيور تطلع بشهر، احنا تفرق بشهر الواحد، الطيور نطلعها بشهر الواحد، بشهر يعني بنص الواحد تطلع عندنا الافراخ، تبدا تتخرج على الثالث، لان هنا أنا ما نقدر وقت يعني بدايه الشتاء ما نقدر ننهزهم، صقر وما صقر وكذا، ايه اعرف. وكنا شويه شدا، فيبدا التخراج عندنا لحد السادس، نص السادس ابدا ادربهن لحد الثامن، ابدا بالخمسة كيلو عشرة كيلو اول ما تبدي 5 كيلو. اي 5 كيلو عادة، اكرر مرة مرتين عليهم 5 كيلو، بس امشي باتجاه السباق دائما يعني، باتجاه السباق. واحاول ادرب جماعي، خاصة اللي يطير بوحده منطقة معزولة يعني، مو مثلا ويا المجمع من الطيور كلها تطب سوية، ادرب بوحدي انا بوحدي مكاني، على الطيور على الشرق وتطلع وتطب وكيف يعني، بالبداية اعاني من هاي الشغلة شوية، تنزل عند النتائج بعدين بالاخير تبدا تصعد النتائج، تبين فرق قوي. زين، اخر تدريب ايش قد مسافه توصل؟ السنة اخر شيء وصلت 35، يعني استقر على 35 كيلو، خاصة من تبدا السباقات، لان هو بعد الطير ما يحتاج اكثر، الطير اذا بس تدريب للعضلات ما يحتاج مسافة اكثر، 50 و100 كيلو الجماعه هاي ما يحتاج. بالعراق يوصلوهن 80 وبيبيهن 100، نقول لهم خطأ بس هم ما يقتنعون. انا قبل كنت اسويها بس ما شفت بيها فائده بصراحه، انا دائما اقول يعني الطير يعني انا مهند البياتي او اركان العجاوي نحكي او الشباب، يعني انا دائما يعني نحكي بهالموضوع، اشوف انه الطير من دخل السباق بعد خلاص هو ما محتاج، هو عرف قام يندل يرجع، ما محتاج بس انه يحرك عضلاته، والمطير فوق البيت ما يسوي له شيء، لان فوق البيت صح يطير ساعه الصبح يطير ساعه بالعصر، بس هو مجرد بس تحريك خفيف للعضلات، بس بالتدريب شوية يختلف، يشد العضل عنده، يحرق الدهون الزايدة، الطير يبذل مجهود، الجسم يشتغل كامل عنده، النظام العضلي كله يشتغل بشكل تمام، فما يبقى عندي شيء، يكون الطير جاهز. 35 مرات كيلو 35 كيلو يعني 37 كيلو يعني الماكس مالته، ونفس النقطة دائما من نفس المكان أهدهم. اها. ايوه السباقات الكبار الضرورية بالعراق يعني تفيد، بس ابو الطويلة هاي بشكل عام، حتى بالمتوسط فيه ادرب فردي، بس اركز على مجموعة يعني، يعني فردي شنو، كل طير وحده لو طواير وحلو. لا كل طير بوحده اهده، خليه ربع ساعة هيك يختفي، اهد الثاني وكذا، على مود اعلمه يعني يعزل نفس الطير، خاصة بالمسافات الطويلة تلعب دور كل الكبير هاي المسافات ها الطويلة. يعني تفتح طير طير، حتى لو 40 طير عندك طير طير. ايه لا انا اركز دائما على اول 10 15 طير، لان احنا في سباقات الناشونال يحددون العدد مو كيف نندز، اها ايه خاصه اوكي. سباقات الطويله لا مو كيف، يحددون العدد ما يعني ما تقدر العدد مفتوح، بس ان شاء الله ساكو عدد حكي انه يرفعون العدد بعد، لان زين، عندنا علي نايم. اكو واحد يقول حتى لو السباق 90 كيلو انت تدرب 35. ايه نفس الشيء ما له دخل، ان كان هو خلاص من دخل اول سباق الطير بعد ما يحتاج اكثر، لا بس الطير قبل المفروض السباق انت بعد اي الطيور ما 35 باقي السباق هم 35. 35 اللهم الا مثلا مرات تدريب جماعي انا واصدقائي مثلا نلتم ايه بمكان 50 كيلو 60 كيلو ما عندي اشكال بالسالفه افتحهم، بس ماكو لا اروح بوحدي يعني 35 كيلو نفس المكان قلت لك وكرر علي. زين، انت تدريبك يكون قبل الفصل لو بعد الفصل؟ والله انا ارشح بعد الفصل احسن، لانه اه خلص هو تطيرها طير بالبيت. هي اطيرها بالبيت، خلص طب الطيور على الجوع اشيلها المها من جديد اطلع بيها اهدها ترجع لطول، ليش على الفصل يعني، الفصل اذا اخذها قبل الفصل مالته فهي تعتبر تقريبا نفس الفصل طارت، مسافه هاي مو بعيده، صحيح. فخليها تخلص مجهودها عم تبذل بعد مجهود اكثر واقوى،
اخذها خلي وما يسمعون، خلي تاثر. يسمعون دائما نقول لهم طير بالفصل وخذها ورا الفصل، ما يقتنعون. والله هي التجربه، التجربه هم اللي يعني اللي يعني يجوز التجربه هاي تفيد وياي، يجوز ما تفيد وياي غير جناي. بس انا يعني هي من جناي لجناي تختلف، ومن طير لطير، ومن برج لبرج. بس التدريب، التدريب والاكل القوي هو اللي لعب دور بالسباقات، وطبعا الصحه الجيده هاي بشكل اساسي يعني. وأصالة الطير والإدارة. طبعا طبعا الطير تتعب على طير زين وتتعب على طير مو زين، نفس التعب، هذا يجيب نتيجه هذا ما يجيب نتيجه، هذا واقع. وهي يعني اللي يختار الطير الزين، ما نقول واحد يروح يجيب الا طير غالي غالي يشتري، وهاي اكو هواي طيور. احنا انت تدري اخذنا طيور بالبدايه على قد امكانياتنا، واخذنا طيور زينه، ما اخذنا الغالي الغالي، والحمد لله تجي يعني صبرنا عليهن وجي اشتغلن وطيور حلوه يعني، والحمد لله موفقين بهن. السنه توفقنا بهن اني مهند البياتي علي نعيم، اشتغلن والطيور، كل المسافات. والطيور كل ما عدقت عدك كل ما انطتك انتاج افضل، مو ايه يعني انا عندي طير السنه اللي هو خلاني اغلب الناشونال او اخذت البطوله مع سويد من ورا، صار له 3 سنين عندي، هالسنه يلا طالع عندي زين. تفضل. بس هو 3 سنين امهات درجة اولى تدري بيه. ايه طبعا امهات درجه اولى من خير الطيور اللي عندي، ولهالسبب بقينا. والطير يعني طير حتى باليد طير ناعم يعني، شو بس انا اعرف شنو اصوله، ومهند البيات يعرف انه هو اساسا من مهند، كان مشتري من ام سي هانسن، وضاربين على طيور على عده خطوط واشتغلنا عليهن، والحمد لله السنه بينت نتائجه يعني، يعني زين نتائجه فوق المتوقع. زين، طيور البزر كل ما تستقر كل ما تعطيك انتاج افضل، هاي نجربها. اكيد اكيد. والطيور المطيار تطيق بعد احسن من امهاتهن. للبزر اي طبعا، لان انا دائما اقول، او احنا نحكي يقول الطيور المطيار تعتبر 4 شهايد الطير، لان يعني شهايد الاب والام من جهه الاب، وشهايد الاب والام من جهه الام، انه صحيح جاي طيرا عندك، لان كلهم راح يصيرون ب4 شهايد يعني، طير طير ب4 شهايد، انت مختار الشهايد. صحيح. وطير وهي جلد طب عندك، طير جلد ومجرب عندك وجاي يفوز عندك، وهي مو بالقياس انه كل طير يجيب لك بطل، انت تعرف. ايه بس صحيح. اكو طيور تثبت وجودها يعني. انا عندي طير، شو اقول لك، عائله كامله كلها اذب على قصيره بناتيني، لا يقوم يذبن بنات قصيره يلعبن، اذبن على طويله الاب غير على طويله، يذبن بنات يلعبن على طويله، وكذلك خواته وخوات خواته وكذلك، فيقوم الشعبن عندك. بس الطيور الحمد لله يعني زين، تشتغل عليها زين، نفس النظام الغذائي ضروري بالسباقات، الجدول ثابت ضروري بالسباقات، الفيتامينات. يعني عندك كورس؟ والله انا اشتغل على، ما عندي كورس ثابت بصراحه، ليش ما اكذب عليك، انا تشتغل ابغى على، اطير ايش محتاج، يعني تشتغل على خبرتك انت. ايش محتاجين الطير. الطير رجع، اكو سباق رجع طير تعبان هلكان، اكو سباق رجع كل شيء ما بيخ، انا ما امشي نفسي. بس انا بدايه امشي دائما اكل قوي يعني، الطير اول ما يرجع من بس بيوم الرجوع انطي اكل خفيف، احجار واكل خفيف والكترولايت، من ثاني يوم ابدا ويا اكل قوي. ان كانت المسافه قريبه، لا احنا نسلم عاده بيوم الجمعه، بس ان المسافه قريبه بيوم الاربعاء يقوم يختلف الاكل، يقوم اقلل بيه بالقوه مالته. أها. بس لا الا مسافه بعيده، لا كل اسبوع اكل قوي يعني، الشحم مال غنم، عجبان، ما اعرف شنو، كلها هاي اقل ما اقل قوه الاكل. الجماعة الشحم مال الغنم ما يقتنعوا بيه، الأجبان ما قلت لهم قبل 8 سنين استخدموا اللية ما يفوتوا. اللي في الشيء خرافي، اللي في الشيء بس تنطحن يعني، تضربها ماكينه تنخبط ويا الاكل، بس مو نسبه يعني قويه. لا لا قلت لهم حتى اعطيتهم النسبة بس ما يقتنعون. والله هي بعد هو بكيف، خلي يجرب، خلي يجرب، بس يجربن على طول صحتهن زينه، اكيد اكيد يسوون شيء عنده، انا متاكد. والجبن اقول لهم جبن، اعطوهن هذا الجوز. اي هاي كلها تلعب دور، الفستق يلعب دور، الجوز يلعب دور، هاي كلها صحه للطير، ما تاثر. بس هو يعني هو الطير بوقت السباق راد له دهن، عمود يعوض، اللي العضله محتاجه، العضله محتاجه، محتاجين فيتامين بي 12 يعني، كل ضروري.
او بي 12 العفو بي 12 كلش ضروري لهم. هذا اكو شخص كاتب يقول اذا وين بالله راح يقول اذا هو السباق 100 كيلو راح اخرج 35 كيلو. اي عادي ما يختلف ال 35 ثابته. لا ما هو خلص الطير معطول بالطير يعني بالفورم مالته والطير صحته زينه ما عليه شيء، بس الا الطير يعني تعرف صحته مو زينه، عنده فطريات بالمعده، عندها مشاكل بالتنفسيه كلها تاثر، بس طير صحته زينه ليش؟ بالعكس كل جيده له، يعني ال 35 اللي تستمر عليها كل يوم هي الفصول اللي تجي الطيره، هم الطير ما يهلك وطير متعود، وال 100 كيلو هي مسافه تدريب اساسا. يقول ايش قد الشحم على الكيلو؟ يعني انا قلت لك اشتغل قياس عيني ايدك ميزانك، يعني بس اخلي تقريبا يعني انا كف الايد اخلي للكيلو كيلو ونص، خلي لهم كف ايد يعني هيك شيء بسيط لان ما اكثر بيه، بس هذا يعني مفعوله قوي انا يعني انا مرتاح هالسنه كلش عادي. انا شايفه، انا رحت في يوم من الايام حاكيها هاي القضيه لهم، المربي لقيته مشغل الماكينه مال ثرم ويثرم شحم. قلت له شنو هذا؟ شاكش قال لي هذا ما تعرفه؟ قلت له يعني دهن مال الشحم شو لك بيه؟ قال لي هذا للطيور. قلت له شو تسوي بيه؟ قال هذا اخذه اثرمه هسه تشيسه تشياسه صغار صغار على قد استكان او كلاس هيك. قال لي وذبه بالمجمده. قال لي اجمده وصير عندي الكميه اللي اريدها. يقولوا من تجي الطيور من السباق قبل ساعه ساعه ونص اطلعه. طلعه يقول بين ما حراره وشمس وهو يذوب. يقول فمن يذوب افرطه هيك بيدي يفرط مثل يصير مثل اللقط وخلطه باللقط. اذبه وياكلنا. قال هذا شكو دهون تسحقنا وشكو كلها تعيد عضلاتها والدهون صحي للطين. طبعا ابو تقى قلبي هو مثل اي رياضي الطير، بس ما عنده ثاني يحكي خطيه الرياضي من يرجع ياخذ بروتين لازم كفايته، ياخذ فيتامين البي كفايته، العضله ترتوي من جديد بناءها من جديد، الطير محتاج طاقه صرف طاقه قويه، فهذا كله شلون تعوضه؟ تعوضه بالدهون والحبوب اللي تعطيها له والفيتامينات، الالكترولايت ضروري اول ما يرجع كنا نعرف عمود العضله ترتاح فك التشنج عنه، الدهون تشتغل انا بالنسبه لي اشتغل عليها من ثاني يوم الدهون، الاحجار ضروريه بس انا الاحجار قبل السباق بيومين اقطعها، اكو عالم تنطي لحد بيوم التسليم انا لا انا قبلها بيومين اقطع، وخاصه المسافات الطويله يعني المسافات الطويله لان الحجر يتعب عطشه للطير ايه فكون ايه فشويه تقيد بيها، فانا اخر يومين يعني اللي قلت لك احنا نسلم الخميس والجمعه اللي طويله نسلم الخميس يعني السبت ينفك كان مسافه طويله يقوم بهن 800 900 كيلو ينهدن لطيور، فيسلمون الخميس اقطع اليوم الاربعاء زين من يومين بالسياره. زين انت عندك مثلا سباق ال 200 و 250 كيلو هم تعطيهن من يجن تعطيهن شقليه؟ مو اول ما يجن ثاني اي لازم اكل قوي دائما اكل قوي، بس مو اول يوم اللي يجن، اليوم اللي يجن لا اكل خفيفه طيهن، لا انا من ثاني كل اكل قوي. اي يعني بس اللي انا يعني قصدي اللي اي 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 لا لا من اي سباق تستخدمه؟ كل السباقات اللي من اول سباق من 100 كيلو وصاعد يعني ما تستغني عنه؟ لا لا ما استغني عنه، يعني انا افضلها من القصاب، اكو اللي يبيعوها الجاهزه مال كوبمان ما والله ما اتذكر يا شركه، انا ما احبها، انا احب مال القصاب لان مال القصاب بيها شويه وذر لحم قليله تعوض مع الفيتامين بي 12. ايه هاي وذر اللحم البسيطه تفيد يعني للطير صحيح اللي اللي متعلقه بالشحم وما شحم، وتعرف احنا هنا ما عندنا همليه ابو تقى ما كلية ياخذونه من المعده. ايه فما المعده يجيب شويه لحم اكثر من اللي هي الطبيعيه. صحيح. ايه فهاي جاي استخدمها اني. ومن يعني قبل يعني هنا دكتور الطب عندنا السبت الاحد امشي وياهن الا اكل قوي مثلا مسافه قصيره اقطع الاربعاء بعد ما انطي دهن. شحوم ما انطي الا مسافه قصيره يعني لل 250
اقطع الاربعاء 300 وفوق لا استمر الاسبوع كله. زين أبو قبل محمد الاضافه التميس، مرات صبحي حكيت عن دهن الخروف قبل سنة والكل ما عجبه هذا الحكي. حبيبي هاي يعني أني مسوي بيه فيديو من 2012، هاي اللي مسوي بيها فيديو يعني، بس أكو جماعة ما يقتنعون وما يصدقون، وهنا بطل السويد ده يستخدمها وما يستغني عنها، ده يقول لك ما استغني عنها. لا والله ما انا بالنسبه لي ما استغنى عنها، بعد هو اللي يستخدم بكيفه اللي يريد يجرب ما بي ايش قلت لك، بس الحين صحه الطير تكون تمام التمام، العامل الاساسي هو هذا والتدريب والاكل القوي. لان الثلاثه اللي اجتمعا ان شاء الله يعني النتائج قويه، حتى اكو منه مثلا اكو طير مرات الدزه هو مزاوج يقول لك ما يجي الا مزاوج، لا انا اجى وعندي وسجل، اكو طير الدزه فعل مثلا عنده بيض عادة على البيض ما يسجل، يعني يجي متراحي ما عنده شيء، لا يجي وجاي يغلط لأنه طير بصحته وقوي. زين وأنا أطير بالنظام، يعني أنا أطير بالنظام زين اكو شخص هذا هنا يقول شو اسمه بالله غزوان مازن، ليش الجبن؟ الجبن وهنا ايه يقول ليش الجبن؟ الجبن هو مشتقات الحليب، أولا الكل يعرف هالشيء، الجبن بيه دهون قوية بفيتامين بي قوي بأملاح، الجبن هاي كلها تغذي الطير. زين الطير محتاج هذا الشيء، بس الجبن انا ما اعطي ما اعتمد عليه بقد اللي اعتمد عليه اكثر من الجبن، بس الجبن ما بي اي بالعكس ما بي اي اشكال. مفيد. منتجات الحليب اي منتجات الحليب مثل اللبن، مثل اللبن يعني انا اعتبره في شيء سحر اللبن خاصة للمعدة، مثل نحن البشر واحد من معدته تتعب يشرب له شوية لبن يرتاح، الطير نفس الشيء محتاج اللبن دائما على طول السنة، يعني مو بس فترة السباقات، حتى عندهم أفراخ وزق وهاي كل الجن لهم. زين تسليمك للحمام قبل ما تسلم أنا الحمام قبل ما أسلم الحمام شلون إلى قلت بتطلع لك الى القط؟ إلى مسافة قصيرة لل 200 كيلو قبلها بيوم بس اريق، قبل يوم بس تريق. بس اريق قبلها بيوم اها وما اخلي الطيور تشبع، يعني لان وتبقى جوعانه ثاني يوم تسلمها. اي يعني انا من اروح اسلم هن بالصناديق بتدرسهم بالقاع ياكلن يريدن بس اكل، لان هذا الطير من جوعان هو المسافه ال 100 200 كيلو ما تعبه ما ايه تهلكه، فهذا يجي مشدود راسه على برجه يريد يدلون ياكل، ومن يجي ما يدوخك من السما للفتحة. زين مسافة 300 400 500 لا من 400 او 300 وفوق 350 400 لا ابدا اوكل اعتيادي، بس بيوم التسليم اريق الصبح اكل خفيف عمود شربان مي، وانا اسلم الظهر، الظهر ما انطيهن يعني، بس السباقات الطويله لا خلاص بعد هو اساسا بالسياره راح ابقى يومين، يعني انا احاول اشبع وادز هاي مال 900 و800 وهيك. ايه 600 حتى 600 هنا تعتبر طويله، لان احنا اجواءنا كل تعرف انت احنا نطير ضد الهواء عكس هي الاتجاه الهواء مثلا، وغابات وشغلات الهواء دائما عالي عندنا ونعاني من مطر وما مطر، فتبقى يعني هلا ابو داني الغالي يعني تعرف يعني الطير يهلك عندنا فيحتاج لقوه، خاصه شغله البحر عندنا يمين يسار يلعب دور الطير، فمرات اكو سباقات يعني خلاص مبوع على الجو قبلها بيومين ثلاثه، جو قوي صعب نمشي وياهن اكل قوي، حتى لو مسافه 400 او 300 نعطيهن اكل قوي لان طير له طاقه، بس الى انقلب الجو وصار طبيعي لا انسى. اها اي مو هذا طير ماكل اكل قوي وفيش مسافه يجي وشبعان يجي مترحي، يجي متراحي لما جوعان ومحتاج يوصل للبيت. بس انا اقول لك الطواير يعني صدق حبيبات القلب ذني، وخاصة اذا على بيض يعني شغل قوي اشتغله. طوال ايه الطواير على بيض يعني شيء خرافي لحد والله كل المسافات، كل المسافات الطواير على بيض افراخ يلعبون خوش لعب. يعني تم جربها. ايه دائما انا اطير خاصة بداية السباقات، لان يعني الى احنا تعرف احنا عندنا مثلا
سباق، احنا سباق مجموع النقاط اللي يحكم بالاخير، مثل اي دوري ما الطوبه، ايه اللي حصل نقاط اكثر هو اللي ياخذ البطوله. ايه عندنا بطولتين، عندنا بطوله الجنوب اللي هي 20 سباق، وعندنا بطوله السويد اللي هي 10 سباقات. فلازم تطير مالات السويد تبدا من 400 وفوق المسافه بطوله السويد، بس الجنوب لا تبدا من 100 كيلو، فانت لازم تجمع اكثر عدد من النقاط ممكن. فلازم مثل فدس الطيور على البيض. ايه ابدا خاصه السباقات القريبه ابلش بالطوار على البيض. اكو مرات بنص الموسم اريحهن حتى بيها شويه تنزل النتائج، يعني اكو اسبوع اسبوعين مثلا اكو حسابات سباقات الناشونال، او احسب لي الافراخ شو كنت تطلع، ادز الام على بيض او الاب على الافراخ اقوم احسب لهن. فاكو يصادف اسبوع بنص موسم السباق ادزهم بدون لا بيض ولا شيء، حتى اشوف النتائج تنزل شويه بذاك الاسبوع ما بين الطور هالقد، بس بعدين ترجع تتعدل وتطوف نتائج احسن. زين هاي الطيارة من تلمك ماط شلون؟ شلون؟ يعني الطيارة تدزها للسباق عندها بيض، ايه بعدين تذب البيض مالها؟ لا لا لا، اكبر غلط اللي ذب البيض مالها، لان الطيره لازم ترجع تشوف بيضها. وش سوى انا نادرا الى خاصه الى عندها افراخ بشكل عام، الى الطيره ادزها للسباق وعندها فراخ ابنها، الى فحلها ما دازه يبقى الابن جواهم، الى داس فحلها اخليه جواهم جوا غير الطيور، على ما ترجع لازم ترجع تلقاه. لا بس انت تقول اريحها الطيارة، تريحها شلون يعني؟ الطيره اريحها بدون بيض، يعني ابقيها تطير بدون بيض ترتاح اسبوع 10 ايام على ما اصب البيض الثاني المبيض الجديد، وابدا ابلش بها من جديد، اسابق بها من جديد على بيض. ها هي السابق بس تدزها بدون بيض، يعني ما تضمن منها نتائج قويه، تيجي تمام، بس ما وعلى تسوي مود شيء. على مود الجماعة يفهمون يعني. شوف يعني انت تتسابق الطيور عندها بيض، بيض وافراخ هي النتائج القويه اللي تريد تحصلها. انا بالنسبه لي ما اعرف يعني الوضعيه بالعراق شلون، انا بالنسبه لي اسابق على بيض وافراخ واطيرهم، يعني المفاريد مفاريدهم اطير، بس المفاريد ما تطير، انا بالنسبه لي ما اعطتني نتائج قويه مثل يعني طيارة الطيور. تبدأ طيارة طواير عندها بيض، واكو طيور عندها فرخات، واكو طيور مفرودة. اي يعني انا عندي طائره اللي تتذكر اخذت الفحل منها اسبوع الاثر، الفحل كان الدينيس فايبر تتذكر يجينا كان ايه وانت مهند، ايه هذا عندي بنته تطير ما كانت زوجة تطير ويا الطيور، هذه السباقات بس تجي اول ما دوجت قله الطوائر عندي، فزوجة غير فعل اول ما صبت بيض ضربت المجمع كله، ما شاء الله. ضربت المجمع كله يعني، وذيك الطيره يمي وراها يعني، حتى سباق يعني من اجت يعني ما مصدق بيها بصراحه، حتى من شريتها قلت لها يعني هي نفس حكي، قلت لها صار لي فتره بس تجي كل شيء ماكو دي تعالي، بس الطيره على بيض اول ما صبت بيض الطيره غلبت سجلت الاول المجموع كله، يعني اخذت الاول ما اتذكر وقتها على كم طير 300 400 طير كانوا وقتها، لان بنص الموسم نهايه الموسم بالاحرى يعني ورا النص الثاني. لا الطواير اللي تطير على بيض والفحل هم يعني خاصة الفحل خاصة على الأفراخ، من يصير عمر الفرخ أكثر من 10 أيام الفحل يبدأ دوره يصير قوي، لأنه تعرف أنت الفحل ورا العشر أيام 12 يوم يبدأ هو مسؤول يتزق أكثر شيء عليه، يعني هو الطيرة مسؤوليته ايه؟ إيه الطيرة تبدأ تحضر نفسها للمبياض الثاني، فيبدون على هالمنوال هذا. هاي معلومات خلي يسمعوها الجماعة. الجماعة اكو بيهم ما اصلا طيور السباق ما يطبقوها. والله هي اكو هواي هيك، بس انا اشوف انه يعني ما اعرف، انا اشوفها انه الطير الشوش يعني خاصه الفحل او حتى الطيره، يعني انه من فتره قويه مفروض 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 ما اعرف شو يصير وياه، يعني ما اعتقد انه يبقى الطير مركز تمام ما مرتاح، يعني الطير على ايه طول الموسم مفروض، يعني انا هاي وجهة نظري، يعني عندي مهند البياتي طارب هم بالنظامين اكثر شيء طالب المفاريد هم جاب خوش نتائج حلوه، ايه ما شاء الله، اول ثاني ايه ثالث نتائج رابع. ايه نتائج حلوه وقويه زين،
ويعني بس قلت لك المسافات بالنسبة لي المسافات الوسط والطويلة أحب أتلاعب بيها، يعني أكثر شيء على الأفراح. بداية الموسم أنا قلت لك بالنسبة لي أتلاعب بيهن على الطوائر على بيض، واستقرار الطير ضروري. طير حبيبي إذا مصطفى، مستقر مصطفى العراقي حبيبي ماهر بطل يعني السويد، ده يقول لك انا سابق والطيور بيضة، يعني سابق والطيور عندها بيض، واكو طيور عندها زق وهي سابق. مو انت تكتب اذا طيره اذا بيضة الطيره نفكها، هي إيه تنفك السابق، وده يقول لك انا عندي انطتني نتائج افضل من سابقاتها. استمر ابو حبيبي ماهر. اي قلبي. ف بالنسبه للاخ اللي هو يسال عن المبيض، الطيره بس اول يومين الى من تصب بيض، ولو انا صارت عندي هم طيره، يعني عندي طيره بيضت بالبيض الثانيه بيضتها بالصندوق يمهم، والحمد لله بكتها جابت السابع على الناشونال، لا استغفر الله 17 على الناشونال هاي العام مسافات الطويله. فبس هو المفضل الطيره ورا مدب الثانيه بكم يوم تروح سباق نتائجها كلش قوية. خلي يجرب ويشوف الآخر، خلي يجرب ويشوف، وإن شاء الله إن شاء الله الطور هاي يفرحن قلبه، لأن الطيرة تكون حنونة أكثر من الفحل، حنيتها تزيد أكثر من الفحل إن كان عندها بيض أو إن كان عندها أفراخ. تجي أسرع. تجي إيه، ما أقول لك الفحل مو زين، لا الفحل هم كلش زين، بس الفحل أقوى الطبعة، يجي أهدأ من الطيرة مسافات الطويلة، وخاصة الأجواء صعبة الفحل تلعب أكثر دور، لأن يعني جسمها أقوى بنيتها أقوى. بس رغم ذلك ما نقلل من قيمة الطيرة، الطيرة هم تغلب حالها حال الفحل. يعني أنا هالسباقات ما أقدر أقول لك عندي الفحل أحسن من الطير، ولا أقول لك الطير أحسن من الفحل. عندي سباقات طبل لي، يعني خاصة السباق الأخير طبل لي فحلين، وعندي سباقات قبلها أطول منها طبت عندي طواير. ما شاء الله. إيه يعني ماكو قياس، أكو طواير طالع عندي زينة، اخوته ما طار اخوته فعل ما طار زينه كذا، ونفس الام نفس الاب. الطواير أفضل. ايه ما هو ماكو افضل حسب جاهزيه الطير ابو تقى، إيه هو يعني، الى الى يعني بهذا السباق الطواير صارت أفضل. ايه جاهزيتها كانت اكثر من الفحل. هي اجت فيه اخوها مع العلم زوجة اخوها هي، واثنين آه. دزتن على فراخ، هو اجى ثاني يوم هي بنفس اليوم غلبت. ما شاء الله. اي فاكو اكو طواير، يعني ما نقلل من قيمه الطيره ولا نقلل من قيمه الفحل. زين انتم بالسويد من تعبرون بحر الطيور تطير كم كيلو على البحر فوق؟ اوف والله والله بالضبط ما اعرف، بس مسافه كلش طويله. بس هي الطير بطبيعته يعني مرات يحاول يلقى اقرب نقطه، يعني بينه وبين الدنمارك والله ما اذكر مسافه البحر بالضبط ايش قد، بس يعني فات 5 كيلو؟ لا لا شنو 5 كيلو، شنو 20، شنو 30 كيلو. اي ما انا هيك بدي احكيك على مود يعرفون. لا لا مسافة يعني مسافة طويلة، كلش مسافة طويلة، خاصة اكو يعني مثلا بينه وبين بولونيا مسافة تقريبا 200 كيلو بحر، انا عندي طيارة عبرة منها الجاية، بس يعني هي مو مالتي، هي عبرة منها ومجت يمي. ايه زين ايوه، لان احنا ما نفك من بولونيا، دي تجي شوية صعبة علينا، نفك من من الدنمارك، المانيا، لو دنمارك من لو المانيا. ايه كنا نفك من المانيا. انا فايز من بريمن ابو داني يتذكر، قبل ما تصير شغله كورونا كنا نفك، هسه نظر كورونا وقفوها، كنا بس داخل السويد، بس هو السويد بلد طولاني انت تعرف، بلد مساحته طويل كبيره. طويل طويل ايه مساحته كلش كبيرة. ايه بس يعني من نقطة السويد لحد بريمن البحر يعني بحر فد 50 كيلو 100. ايه تقريبا اكثر من 50 كيلو، وبدان يمكن ادرى مني اعرف الى هو حاضرنا، بس اكيد يعرف المسافه يقدر يكتبها بالضبط ابو اي داني صح، انا اقول موجود. لهم نوبات، اقول لهم سباقات السويد والدنمارك اخوان اسهل من سباقات بلجيكا والمانيا. المانيا سباقاتهم تجي تعبر انهر بحيرات مثلا جبال وديان، بس السويد بحر، البحر بيه هواء كلش قوي والله يعني يعني هسه البحر فيه. الدنمارك، ايه هسه احنا عندنا ابو الدنمارك اللي سئل التمرين السابق اسهل من هولندا اللي هي مسافه 800، لو من السويد 300، يقول لك لا من هولندا اسهل عليا.
من هولندا اسهل عليه، هي بيها بحر هم من جهه المانيا، بس اجواء السويس صعبه كلش، يعني لا الغراب يرحم ولا الصقر يرحم، والأجواء صعبة، الأجواء اجواء صعبه كلها غابات وصاعد نازل، والهواء دائما بوجه الاطير عالي، مطر بلد 24 ساعه بيه مطر، يعني انا افك مرات من 100 كيلو يمنى الشمس اللي فوق عالقه، الطريق كله غيم ومطر وضباب، يعني السنه واحد بالسباقات 200 فكينا ضاع 200 طير بسباق واحد، يعني ما اجن من 200 طير جني اول يوم بس طير اجى وصل، او ثاني يوم والله وصل، لان فكوهم ضباب على طول 150 كيلو ضباب، والطيور و800 كلها كيلو. اي والطيور كلها صعدت على النرويج فوق، صعدت ما جتي، والمنطقة كلها صقور ذيك. لا هي ذيك يعني عندنا مناطق هي بيها محميات مال الصقور، هم يربون الصقور عم يكاثروهن، محميات من الدوله، هي انت عدتي. تصور زاجر يطب بنصهم، هسه يا احنا صاحبي. من يسوون الجدول مال السباقات اكو هواي مناطق ما نخلي بيها، ما يقبلون نخلي بيها نفك، يعني احنا يعني اهل اللجنه المسؤوله يقعدون يتناقشون هالمناطق يعني مشهوره، يسالون عليها يشوفون اقمار صناعيه، يشوفون يسالون اهل المنطقه، يسالون الدوله المختصه بهالتخصص هذا، هل نقدر انه اكو زواج العفو صدوره ماكو، وبعدين تبقى شنو هم مرور السنين من سابق اكو نقاط ما نقدر ننجز بيها، بعد يصير بيها ضياع، خلاص هالمناطق شو بيها لا دارات بيها مطارات تاثر على الطير، يصير بيها ضياع، فنبتعد عن هالمناطق. بس وان شاء الله هالسنه ايش محضر لهم؟ والله هي تسهل من ربك، يعني ان شاء الله كله خير، كل شيء بوقته، كل شيء بوقته، ان شاء لان الله، اشتغل عليهم لان هي الطبقات بعدها. ايه طبقات، بعد ان شاء الله نهاية الشهر الجاي الطبقات نطبق، لان يعني الحلقات احنا توصلنا بداية الواحد، واذا الله سهل نهاية ال 12، انا دائما 24 12 هيك اطبق الطيور، تبدأ بعدين نجهز الافراخ ونتهب الافراخ على ما يصير موعد السباقات بالثالث، احنا هنا عاده انا هنا تقريبا من الاوائل اللي بدون يدربون، ابدا بنص الثالث ادرب، وسباقاتنا ان شاء الله بنص الخامس تبدا تبلش، إن شاء الله. او اول اسبوع ثاني اسبوع من الشهر الخامس تبدا تبلش سباقاتنا. ماهر يقول لك هالسنة غضب متحمل. ياوه مهند. اها لا هو هم ما قصر ابو داني، هو هم ما قصر، لا ما شاء الله شوفني نتائجه. استلمهم اكسب وربح على قولت احنا ايه قلت له ليش ما تخلي انشرهن؟ فيقول لي لا ما انشرهن، هواي اكو جماعه يكون يعني لا هو شنو. هو مظلوم، هو ينشر للدنيا كلها وينشر النفس خطيه، ايه يقول يسوي دعايه لنفسه. وانت شنو سويت؟ وين سباقاتكم؟ ايش عندكم سباقات؟ مين بيكم بطل؟ على قولة بطلنا احمد ياسين يقول هذا الموجود قبل نستورد، شو انا نسوي؟ هذا هذا الموجود. الموجود نزابق بالموجود، ايش منين اجيب يعني؟ ما تقول لي منين اجيب لهم؟ استورد انا يعني الفراشون اللي بالعالم قوه، لا هو هذا الموجود ومتسابقين وابطال وعندهم طيور لا والله يعني انا وسباقات سابق صعبه. ويا عالم، يعني انا سابق ويا عالم ابا عن جد ابو داني يعرف سويدين، صار له 100 سنه يسابق مو ماخذ هاي البطوله، تفضل. ابا عن جد يسابقون 100 سنه ما ماخذين هاي البطوله، مو وغيرهم سهلة. وغيرهم ابو داني يعرفون بالاسماء، اركان عزاوي يعرفون بالاسامي، هي مو سهلة. محمد يعرفون بالاسامي، اكو واحد محمد شاطر ابو نادي صار له سنين ويشتري طور شهايد على اساس يروح يجيب من بلجيكا، اوكي العله مو بالطير، العله كانت هو بالجناي، الزاج اللي راد له وقت، راد له وقت وراد له تعب، لا والله انت اشتريت حمام جيد وانت اجتهدت وتعبت على الحمام. والله انت ما قصرت ابو تقى الغالي، ابو داني ما قصر، الطيبين كلهم ما قصروا، واركان ما قصر، يعني كل واحد اعطانا معلومه، منا معلومه ومنا اجتهاد ومنا شغل، اوه والحمد لله الله وفقنا بالاخير، وهو مو بالاخير على يعني هي هسه نقول احنا اوكي لا خلصنا انت بطوله السويد، بس هاي البدايه نقدر لا نقول مو بالاخير، هو انت بدايتك هاي وبديت بتصاعدي، يعني صعدت ما اخذت بطولة السويد بيوم وليلة.
لا لا الحمد لله. هو انا قلت لك اول سنه بين تطوري 2017 من اشتريت البيت هنا، انا قمت اطير بوحدي وبديت اتعرف. انا قبل سنه ابو داني يا رب، انا قبل سنه جناي احمر بالعراق، تربي حمر حمر تور مرات هنا، بديت بتور بعدين قلبتها زواجن. وبالبدايه يعني حتى نظام التدريب ما كنت اعرف عن هاي 2014، ساعدني واحد سويدي بطيور شدبك تمارك مهند البيات والجماعات، وبعدين اشتركت بنادي وبدأت شوي شوي تمشي الأمور. زين بس خليني أخلص عرفك على المهم. بابا. وبعدين اجى ابو تقى دخل على الخط، زادنا شرف وما قصرتوا لا انت ولا اوليفر. زين زيارتنا كانت حلوة لكم وما قصرتوا والله، والنعم منكم. لا محمد، احنا انت رجال مشتري بفلوسك. لا ما يخالف يا غالي، نصائحكم الحلوه وانت هم ما قصرت، كرمتنا طيور حلوه ما شاء الله، جاي لبن حلو وكل الطيبين، ابو هارون الغالي هم ما قصر. زين والحمد لله والشكر. هاي شوف جنة ونس اول وتالي، وطير شنو وسيله تعارف كوم ريش، خلينا نعرف هل طبيعي الوجوه هو الطيبه. التعارف، هو لو ما تطير انا ما اعرفك لا والله ولا لا اعرف والله ويجيني. مهند ولا اعرف اركان ابو همام. وهاي القعده الحلوه هسه ورحم الله والديك وجدنا حبيبي الشرف. حبيبي، انا زين ما اريد نطول عليك، هاي معلومات حلوه وان شاء الله هاي السنه تبقى مستمر على هذا النتائج الجيده القويه ان ان شاء شاء الله الله يا ان غالي، شاء الله، تاخذها مره ومرتين وثالثه واربعه. ان شاء الله ان شاء الله اجمعين، والموفقين للكل ان شاء الله، واحنا منتظرين صفقات العراق والله فارغ الصبر. ان لان شاء الله احنا لا راح تعرف تبدي من ناوي، هيك راح تبدي. هسه احنا حدقنا هذا الموضوع، ظلمه كلش ناطر وندس برا احنا يمنا اي في شي ظلمه، موقف. حتى انا ظلمه. ايه هاي نوكلهن هسه والله، كنا ننتظر صفقات العراق وجنة كنا هسه تدريباتهم بدت، وان شاء الله الكل يتونس والكل موفقين ان شاء الله للجميع، وان شاء الله كنا حبايب واخوه، ان شاء الله حبيبي كنا نتونس بهالهواية الطيبه الحلوه هاي اللي جمعتكم حبيبي يا عمري الطيبين. ماهر، عمري الله يخليك. تاج راسي تاج طبعا راسي، مشكور مشكور على لا المعلومات، على شكر لكم. قدرك لا حبيبي الغالي يا معوض، احنا هم تلاميذك، حبيبي تلاميذك حبيبي. لا تلاميذ والله ابو انا، داني. لا والله انا تلميذكم، انا مو متسابق. بس عمي انت بطل على قولة ابو داني، يقول طور الهواية بشكل مو طبيعي. لا لان لا انت لا والله انتم متسابقين، انا بالنسبه لي يمكم صفر، انتم لا لا متسابقين، لا والمتسابق معلوماته اقوى مني وعنده تجربه. بس لك فضل كبير على الهواية ابو تقى، يعني زياراتك لها الابطال ونصائحهم وترجمتك الكلام اللي يقولونه، هواي ابطال. انا من الناس، مهند من الناس، كن واقعيين يعني، لكل مقام مقام، والنعم صحيح منك ما قصرت حبيبي، ولا. رحمة والديك ومازن الورد وتحية طيبة لكل الطيبين حبيبي، سلم مني، حبيبي الغالي، حبيبي مع السلامة. سلام الله لله، ما حبيبي سلمنا على ابو هارون، قل له عمك البطل. صار تأمرني. تاج راسي، هلا تصبح على بيك هلا خير، مع بيك، السلامة. وانت من اهله اجمعين، هلا بيك هلا بالغالي.